وجزنا لاهم الانباء اهلا بكم اعتبرت مجموعه الازمات الدوليه ان الهدنه الامميه وتشكيل مجلس القياده الرئاسي يمثلان فرصه لاجراء مفاوضات سياسيه لتحقيق السلام واكدت ان الوصول الى المفاوضات سيتطلب التغلب على العقبه التي يرى كثيرون انه لا سبيل الى تذليلها وهي الحوار مع ميليشي الحوثي وشددت المجموعه في تقريرها على تواصل الدبلوماسيين مع الحوثيين للحصول على موافقتهم لتمديد الهدنه والمشاركه في مفاوضات شامله لانهاء الصراع رصدت منظمة حقوقية 1465 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية في اليمن من بينها 76 حالة قتل خلال سبع سنوات وبحسب تقرير لمنظمة رايتس رادار بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تصدرت ميليشيا الحوثي الجهات المسؤولة عن مقتل الصحفيين بمعدل 40 حالة فيما توزعت الحوادث الأخرى على المجموعات المسلحة والتحالف السعودي الإماراتي ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لاطلاق سراح الصحفيين المحتجزين لديها وخاصة الذين يواجهون خطر الاعدام بقرارات غير عادله دعا المبعوث الاممي الى اليمن هانس غرونبرغ جميع الاطراف في اليمن الى حمايه حريه الصحافه وطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والاعلاميين المحتجزين مشددا على ضمان بيئه مستقله وامنه للعاملين في مجال الاعلام ياتي ذلك فيما لا يزال اربعه صحفيين يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي ويواجهون خطر الاعدام هذا وكانت نقابه الصحفيين قد رصدت 20 حاله انتهاك لحريه, لحرية لحرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري كشف تقرير حكومي عن حدوث ارتفاع ملحوظ في عائدات اليمن من صادرات النفط الخام لأول مرة منذ سبع سنوات وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن حصة الحكومة من عائدات النفط العام للعام 2021 بلغت أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار بالمقارنة مع سبعمائة وعشرة ملايين دولار في العام السابق بزيادة 707. وسبعة مليان دو أو ملايين دولار أي أكثر من 99% وأكد التقرير أن هذه الزيادة النفطية تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي في قطاع حكومي يشكل مصدرا لمعظم إيرادات الحكومة توفي قائد حراسة منزل أو منزل قيادي في قوة العمالقة متأثرا بإصابته بعد أيام من تعرضه لإطلاق نار بالعاصمة المؤقتة عدن وأوضحت مصادر أن ذو يزن محمد أحمد الذي يعمل قائد حراسة منزل القيادي في قوات العمالقة بسام المحضار توفي متأثرا بجروحه إجراء تعرضه لإطلاق نار في منزله في الشيخ عثمان في عدن الأحد الماضي وقالت مصادر أمنية نقوة الأمن ألقت القبض على الجاني الذي اعترف بالجريمة على خلفية خلافات شخصية مع المجني عليه نهاية الموجز في أمان الله